السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدت وأدن سلامة نسوء دوادة إن شاء الله تعالى. برنامج وحينو كهل الدونة ما أنت في العلين أتسميسين قرال أنصور لغاية دنك فيسبوك أيينو ما تقن أخرين دونة في العلين تين وحينو سكو دي دونة أن يسمير إنا وحير بالفلنقين إن شاء الله تعالى. وحينو أكسنا يا سوق رتين سميرو بريها أنك مقنايدنا ما أنت سوق بطي سميرو رتسولو والغو حيسي ما شاء الله. إن قدر كحو ها فيسبوك شو قرنة دور مالين كهر إن سدي كوجانيسا لما أنا حاجة إن إنه كجعليها أما أي كجعشة سميرو يا سوق بت. أدي هذا ما سنتاي سهيبو مركا وحن سوق وانا يا سرير علم الديني وبحيث ري تنازل كبدن يا سمير كا عندي لها مركا إن ما دام ما عرقت أبي حلقة هلا يشعل يهاي وما عرقت هاي دتك بلاد إن كانوا حيالا بظن وضع أحمر قف كنا قف لما أنا يهاي وحاول ده الهانة وأصيده كلام قف كنا لسكو سمراء ما عرقت هاي يتنازل ك إنه شيء ما عرقت هاي عادي عاد مهم وآ مركا سوي بعدين كم حاول محاده لا يتنازل كون يتكلم سو تنازل كإيو والله إن التنازل كوحلو بهني هاي واي إن قريب إن كت هاي ده ما بلو دجوي كرهدان للتنازل إنه لسكومد نقل لسكومد لنا نقدم وقتها لكن ساسة تاينا في حك تنازل كله كسود هلا بدنا هل دنا أكلية معها مركا إن أي هوب س أبايسي ولجيد إن تاي لا بدنا هذا جانا إن وحكة التنازل كرت سجن وحكة التنازل كرو هل قف كلية وصل نقول قفك وحل بدوش على قصار إن سمير أنا وحنا سوا قبنا إن إكرام حاج داهر إن ما تقنا إكرام حاج تريكو إحترامك إن قفك إنه كاور قبو نحريستا إن كل سوني إنه قفك كسية أيتري إن أنا كوكو هاد لاي أفك إسكابولا ده كاس أيام دي لهاي ترى هذا مركا معي كل تا أبايو إن إكرام حاج الداهر سيدا إيتي مركا هرتو to be honest وارون ما ركتا وكرة أحسن هاي كالسوني دو حال ده هاي وحاوي تير كمدة تير كتشعلك مركا كالسوني ده هدي تشرين وحل سكول تشوغا كلمة ترتيلة هاي ساعة من سنة هاي وحان خدرا أنا جنا أدوجع لست نحريستا exactly يعني وحنس لي هاي نحرست ووح وين يعني قفك أو قبهان تاي مر والبابو سو ما ذاك نقفك ما كونون نحرست وحن لنا قف كان ما شاء الله ويقفون أكسن وي يعني وح أدي أد وين واي مركا نحرست يعني كان أدي يسو جيدة تاي قفك أدي من نحرست وشي ما ركت هادت كي كمر من ما ركت هاي لا إله يحتمر كي ما عايش يستفدي سلا الله الرحمن الرحيم صح الرحمن أو إيه ما ركتها نحريس ما ركتها جود ده كذا يعني قفك قال قفك كوعسي قف البكر حيسو يا رحيم ومد جوني وإيه مرك بلاد إن كان صيدوك لقفك قفك كون حريس ده كوك هذا دوبي حم إن هل كان با كومنت كلام حوي لقف فرح يرى وحوده هاي جعل واحد جعل لي راه ذم الجرود هاي والسكود أنا استا نحكي له القلب كاس والله إن وحوم لنا إن متقنا قفل بماركت سدوا وحو أركو شجع لكن دجال هدوس جرين أو دنكلي ومم لنا دنكلي دنكلي قف كل ما بتجوي كرت هدوس جعل جرين because قفكو حبل الجوي كرت سمير ومركو قلبي جا قد دناينا وربو أو أدجعش هوال الجوي سهداد ربي سمارك أنت صالحك وسوق هذا لبن نبل هدا ده كو شو كان صناعي متك أرجع شو حيرتاين الله هذا الشساعة هذا بدن إن أرجي سمان ترى إنتي جوك ترى كان كله لكن وحلو بكو شيء جاي حتى يا 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 سأقول هاي إن أيه حنوصل أنت أمسعدة وده سنة هاي وسيحن ربع بريم تقدر رورتي عن كله ربع على هذا مرك تاسع كنت سنة سا قفك جعلك وجرة جعلك وجرة لكن جعلك معنى هذا أنا بحين بحال إرين لوسو كوي بكرة ويا هي وح بدن أو إسبير صدايو يعني لسكو دردر وأكو جعل هاي كلية معها لكن وح بدن لسكو دردر ونقنا وأي كم ذهين وحياة بهدا قاركول سو شرحة هم أنا وح كدري لها ما عرقت جعل ورت لو ضقف ولا معناه وح كده حي بسمها أو ذو هذا توبيك أنا بدي أسكو سابس معه جعل وحاجرة كده حي هاي ذي وات كده جعل وحاجرة ولا لها كده حي وحاجرة جعل أصحابته كده حي مركا جعل وحل جرى لما ودي كرو جعل وحجر إلهي يقفك بلادنك كده حيو إن وكو تاذك على قفل بجعل ما عرقتاي إن لا جعل هذا إن وح جعل هذا وبيزك ثين قف وح ما عرقتاي ما أهن أو لكجر يمس قفك مركو تاجر رقم سوح حلم صد أو دريم إيمان قفك أصو فقيرة وحب هي السن مس قفك الهي سن وربا جعل إن لا جعل هذا وين ربان إن وح جعل هذا مركا بيجرت وحنا كدر لها بوق وحجر على يراه ذو five love languages
wuxuu ka hadlayaa luqadaha jacaylka dadka sifay u jecel yihiin inay ku helaan jacaylka iyo siday ku tusaan qofkii jecel yihiin. Marka shan qodob buu kala baxaa. Jacaylkaas waxaa kamid ah cunuga hooyada si u tusi lahayd, lamaanaha si isku tusilahayn, si kasta ku deeso hoos gasha. Marka waxaa dhihila qofkaas farax yare buugaas akhri inshaallah. Buugaas akhrista ana waxaan soo qabanaa Mira Maxamuud Maxamed. Mira wuxuu dhahay qofku waxaa ku ogaan kartaa camal inuu ku jecel yahay waqtiga xaalad adag aad ku jirto. Ma u baahan tahay in aad dalbato gawaarida raaxada ee onlineka laga helo. Haddaba haddii aad joogto Nairobi, la soo deg abka Faras adiga oo ku qoraya Play Store-ka ama App Store-ka Faras. Mar walba abka Faras fur oo ku qor halka aad u socoto iyo nooca gaariga aad qaadanayso. Gawaarida Faras degdeg ayay kuu geynayaan halka aad u socoto. Shirkadda Faras waxay ku siinaysaa qiimo dhimis 115% sidoo kale ka faa'iideyso ofarrada Faras ay bixiso toddobaad walba. Adiga oo dooranaya new offer ayaa la ogaadaa qofka jaceylkiisa iyo inta uu mataqana u dulqaato xaaladaas adag ee aad ku jirto. Markaas marka wuxuu yiri danaystaha wuxuu yiri wuu kaa taga, laakiin qofka haddii uu ku jecel yahay si dhab kuu jecel yahay dhib iyo dheef buu kula qaybsanaa. Mira Maxamuud ayaa saas yiri. Dabcan Samiro, waqtiga iyo xaalada haddaan tusaalayan yar aan usoo qaadno, mararka qaar waxaa jirta qofka aad nolosha la wadaagayso la wadaagtayba in mataqaana duruufo ay soo wajahaan, tusaale ahaan caafimaad darro, lacag la-aan, waxaa qofkan waxaa ku guursatay isagoo dhaqdhaqaaqayo shaqaynaayo lacag la-aan, caafimaad darro, waxaa dhigta lug inuu ka go-ay ama gacan uu ka go-ay, gabadh ina sidoo kale maarkano dhibaato ay soo gaartay. Marka ka waran gabadhaha oo kale, tusaale ahaan waxaan soo qaaday gabadhan waa jecleed, waa guursatay, waxaaba dhici kartaba ilmaba inaysan kuu dhalin, maxaa samaynay marka? Markaas oo kale ma waxaa leedahay ima wax ma dhalaysid oo mataqaana waan kaa tagayaa, mise wax badan ayaa fiirin doontaayo, mise dadka soo reerihiin iyo markay ku dhahaan waa inaad iska furtaa, islaantana waxba dhalayna sida caadada soomaalida ay u tahay, markay dhowr bilood gabadhii wiilka isla joogaan waa inaad furtaa, haddaysan waxba dhalayna, ama wiilka xoogoo lacag ayuu haystay, wuu dhaqdhaqaaqaayay, hadda ganacsigaa kasoo xirmay ama wuu falisay oo kale, waxaa dhici karto in aadna dhahda haye lacag baan kuuli jooga, qaylo joogta ah, buuq joogta, mise waa u dulqaadatay oo waa u sabartay oo wanaagii jacaylka isku soo guursateen ayaa weli jiro, oo adiga laftarka ayaa garab iyo gaashaanku u noqotay. Marka waxaan isdhihi karaa wax wanaagsan buu ka dhawaajiyay Mira, maxaa ku dar lahayd? Aad mataqaanaya, waxaa jira wax la dhaho maaragtaa expectation, qofku wuxuu qofka ka filanayo, iyo reality, waxa runta dhabta markii maaragtaay sheekada marka ku dhex jirto. Marka horta dadka anaga dhan waxaan haysanaa maaragta expectation, mise hami waxaa leenaa inaa qof fiican guursatid, nolosha qurux noqoto, maal lahaatiin, ciyaal fiican lahaatiin, oo nolosha saas ku dhamaato si fiican. But reality-ga waxaa weeye, dhabta jirto waxaa weeye, nolosha saas kuma dhamaato. Qof walba ilaahay imtixaan buu siiyaa, dhan baa laga soo wajahaa, ama ha ahaado inuu maaragtay lamaanahaasi noqdo, mise inay ciyaal hadda saashayaysa soo dhexgelin, mise dhanka irsaaqadan laga imtixaamo. Marka aniga ma dhihi lahayn maaragtay danaysigii dhankaas maaragtay qofka inuu kugu danaysto kaa dhaqaaqo, xitaa haduu kaa dhaqaaqo qofka kaluu aadayo garanti ma jiro inuu qofkaasit xitaa maaragtay wixii dhan asaga dhan hal meelkood haysan doono. Marka waxaa dhihi lahaa maaragtay wax danaysi la dhahayo maaragtay ma jirto, odoo dad way jiraan saas u fikiraan, qof walba fikirkiisu free buu yahay sibuu u fikiraa, but caqabado way jiraan maaragtay soo wajahaan. Hay, haddii aad noo soo qabto qof ku xigo. Qof Hani Abubakar Nuune waxay tiri lacag siinta badan ayaa ku ogaan kartaa taas haduu ku jecel, haduu didiiba yani laakiin lacag ku siininka waxaa ku ogaan kartaa inuu ku jecel yahay. Marka sohibo jecelka lacagta waa interesting. Waxay la hadlaysaa weliba Dumarlan ma isku raaxa Dumarlan. Hani waa mahadsantahay Hani Abubakar Abayo, kulli waxaa umaleynaa Hani maaragtay xoogoo waa iska meeshan, waa iska maxaa lahaa, waxaa umaleynaa waxun oo iska faniyay rabta inay iska soo dhigta, but I don't think reality-ga inay iyada naftirkeeda san tahay, laakiin dumar haddana waxaa xaqiiqa inaan lacag jecelnahay, sax nolol fiican inaan jecelnahay, lacag maaha nolol fiican, hadee lacag markaan haysanno unbaa nolol fiican geli kardaa sooba. Marka gabdhaha waxay ugu jecel yihiin nimanka gaariyada wato kale. Samiria maalood waxaan arkaa meel ay ku qorantahay gabdhaha ma jecel yihiin camal mal isleeyahay, way jecel yihiin gawaarida maaragtay midba midka kale intuu ka weyn yahay, V8 iyo maa la dhaha iyo kuwan kale iyo Land Cruiser-yaasha iyo waxaas, iyo yani gabadha hadday aragta lay waxay isleeyi kartaa mugta ninkaani lacag uu haystaa, who knows, waxaa dhici karta saaxiibkiisa inuu kasoo qaatay oo mataqaana isagaba uusan lahayn. Marka waa iska jecelnahay inaan nolol fiican ku noolaano, but waxaan isleeyahay uma malaynayay in qofka had si walbo hadda ninka lacag u qaba Samiro, si walbo lacag u haysta ka waran haddii uu xun yahay,
يعني احترام جرين وناك جرين شرف جرين لو عيناي لو دلاي حتى لو ايماني ان حتى للمواقف وحب وملايا هب انه لعبك بسو يبسد اديك دن مركا ولا ان ما اركتاي هرت ادين باهي با جرتو تو بي اونست دو حجر قبل وي جران ما اركتا ساس او فكريان نك دول عيسن مربي با باهي دو قفكي كو خيرانت هاي قف با وخا لا يا ما اركتا انو نولشيسا ميل كلي ما اركتا اوديس اركينين ميل كلي وحبو ككلين او امنسنين لعق لو انو غورتو سفين شو في عناتو. مارك دتك فكر كله بيجران بقى at the same time ساكر دواجني سمعت هاي إن قفك بلا إني وانك بدنا حجران إني وان قارو ناس يستهجران يعني إيه بس إسك فكران إيه أصل صح صن إيه ما عرفت أنا أمير زينا إن لكن at the same time حلقي يا إنه جرق في العقل العقوسينا أوسك ونكسن إلى يكون ناجي كهداش في الحمد لله لكن مرنا وما ملينا قف إنه ما عرفت هاي قف أبيز قرينا emotionally سمع عرفت هاي شعور أهان physically قعنو خذا وحس قل إنه كبدلنا يا العق يا قف قاري هستو وما ملينا يوم كم هجاك إن وحن صور قبنا أنا جنا إن وحيتري إن زهر محمد عدو زهر وحيتري الروح كجعل وح لقو قرتا قلادات كهجا ما أركو مرول بس صح هي قلاد وكو قد القاتا That's true yeah إن حقيقة وايد صح سميرة إنجليزكو بحيد هان love is blind تعلكو إن دل أي هاي صح قفكو مركو مركو قف جعلة أرونا scientifically حيتا وحال لها قفكو مركو قف جعلة مسكح هذا هرمون بيسو سيدا يسام سسي أو قف كان قلت كيس ما أركي ست في عني ذي سبسا كله وجبار ميسو صح أو قف كقر قلت كيس قرنيسو مرك هادو يدتك مرك إزجور سدان مس عبار سلتشوغان وما عرفت قف البيد بعد يسي كاركتر يسفع عن سكول حقله قف كيف أركها قلادات كي أو صصير مالك أنتو تعلكو كل حجري وكان دل آم عرفت تعلكي وحيلا ده مرك وكو امسنا قف مكو جعل او دد وي جران لوجيكال او فكران ايو كو جعل قلبي غود حاضر يحي كونشس كود حاضر تحي او قلت كاس سمين اساس ما فيعن اساس وي دحان لكن دد وحي جيرتا ما عرفت جعلك ان دها تيرو سعاديه لها ان ها يعني ان قلت ايو قلت ايو سحنان شو قف كان يعني ان مرول بابا او كو تاجر سين بد حكومة عمرك قلت ك يعني قف كذي وسوى البوجع لهدنا ما فينا أملاينا إن قلادات بدن بدن وقلو وقفك ونقطة ليك وحن وابسك عادي وسميرة ويقدر القادة تعمل every day وقسمة يا عمل ها for granted قفك وقاتو إن قلادات كنا مرك قارح تبحي كين كتا وقدر الباح عمل أما ما أركنه وقعي ما أركنه قيس كين إنه عاي ماشان كسو أسكو ما يقدر then هدات هديد you know سميرة إجا محنا قيس ليك واسك أوكي مرك وحي مرك قارو حدا دتك مرك وده جوجان وحول بهدات هديد وعادي وعادي dadada qofka marka dambe mar waxa heer waxa gaaraysa oo uu ku baabiyo yani bahdilaad xun uu ku sameeyo yani mararka qaar waxyaabo qaar waa caadi oo loo qaateena haddii qofka xitaa qalad zaid uu galo xitaa ina u sheegtid oo dhahdid you know in qalad kan in maalweyn waa sameeyay sadar ma sameeyso ma fiicno naga jooji laakiin hadda arkid waxan repetition in noqonayo qofka soo celinay I think waxa dhow dib ku keenay inay tahay oo aad ka fiican tahay in runta la isku sheego qofka wixina uu joojiyo sidee bay aragtay wiiliga dad laba qof oo shacal misis qabaan misil lamaane ah xirka dhaxeeyo qof waxa arkaysa qof kale waxan ku sameeyay dad dhanba u sheegayaan qofkan saana ku sameeyay waxa soo xuntahay wiilina ku dhaaga adkeysanayo wixii u muuqan marka I think so the Somalidu dhahan way in seediga culaysan walaashan isku gidin oo intada kale way noqon kartaa gabadha ha way noqon kartaa laakiin badana ma aragtay in kulli maamadaas in ma aragtay waxa loo dhahay waxa way wax jira la arkay in yaani qofkan mararka qaar soo mid jirta qofka saashayge sidii alla yaabay suudays qofkan dulqaad badan mise way waalan tahay mise waalan yahay yaani sida loola dhaqmaayo hadda aragtid had ka dhaafka ay tahay laakiin kulli qofkii u dulqaadanaya ay ka u taala bad qofka isaga iska leh magaciisa salaam ha jacayl markina oo caafimaad qaba ma aha waaran anoo ku socda Cabdiraxmaan duqo gal eri hayri waxa ogaan kartaa xiliga aad xaalad gashid sida wuxuu dhaadu marko kale markay umusha ku jirto mise uur leedahay marka maxaad leedahay ma fahmin yani wuxuu leeyahay markay gabadha uur leedahay mise xaalad markay soo wajahdo qof lamaanaha dabcan wuxuu ka hadlay dhanka raga gabadha markay uur leedahay mise ma aragtay umul ay tahay markaas amal ninka sidoo ula dhaqmado soo u kalkoolinayo soo xanuunkeedu la socdo inuu giso kordhay waxyaalahaas yani waxa ugu weyn ba Soomaaha waxay ka mid tahay soo hoos galaysa naxariista yani anaga dumaran aad waxaan isleeyahay wax walba qof
qofkan oo ku magaciisay hadduu ku naxariisto waxyaabaha kalena way soo wada hoos galayaan marka waa marka ay u baahan tahay gabadha xilligaas waa xilliga ugu adag tahay nolosheeda ay u baahan tahay garab istaag ay u baahan tahay laakiin dadka qaar ma arkino samiro ragga qaar waxa umalaysaa inay isleeyihiin soo shaqay kaliya adiga shaqadaad waxay tahay inaad soo shaqayso waa wax wanaagsan because mar walba ragga waxaa loogu leeyahay soomaa waa providers waa inay wax raadiyaan oo mataqaanaa ay cid ay biilaan oo mataqaanaa ay wax cid looga baahanyahay dhan ayay keenaan but the same time haddana mataqaana waxaan iskaga baahannahay naxariis xilligaas adagoo kale in gabadha la kor taagnaado tusaale ahaan markay dhalayso kale in lala joogo ma aha ma arkino shaqan jiraayo gabar hebel ha ku raacdo marka ilmihi lagu dhalo camal a isbitaalka imaado yani jacaylku waxaa waaye wax ma arkino aada u qurux badan oo fiican ma arkino haddii siday tahay loogu dhaqmana waxaan isleeyahay yani waxaa waaye nolol aa isleedahay ma isigsii jirtid camal ya baa jiraysa walaa waa run saa sheegaysay mataqaana xilliga dumarka horta ma aragtaay ugu naxariista aada uraan qofka markuu socdo maaragtaay oo caadi noloshii wixiis isaga samaysan karo sariir saarneen mise dhaawac ahayn way fududdahay ma aragtaa inuu qofka kale ka maarmo laakiin markaad xanuunsan tahay dhaawac tahay xaaladahan wiilka sheegay ku jiro markaasba ma aragtaay aad i aada naxariis ugu sii baahanaysa si gooni ah teeda kale hadda western worldka adduunka kale waxay bilaabeen markay maternal leaf baa jiri jiray beri hore hooyada in la siiyo fasax markay mataqaana uurka 9 bilood meelaha soo gartay ilaa intay ka dhalayso haddeertan dadka waxay u ololeynayaan inay paternal leaf la sameeyo yacni aabe xitaa ma aragta inuu leaf waqti la siiyo meelaha qaar haddaba way ha way sameeyan xataa kenya haddeertan actually niraa saaxiibanahay oo cunug loo dhalay 2 weeks fasax baa la siiyay because cunugi qof it's a new member familka kusoo kordhismaday marka aabahana inta ma aragta hooyaday siinayso cunugaasiito waa inuu asaga xitaa bixiya odo soomaalidan hadda maaha walaashiya kusoo dira iyo kula joogta ama gabdho qaar waxaaba jiraba samiir guriga dhanba laga wadaayaba oo guriga hooyadeed kusoo dhalaysa qaarkood ayaga ay doorbidayaan laakiin dee waa inaad la qaybsato isguur labada qof waa cunugan dhalay inay wada qaybsadaan xanuunkiisa wixi wax walba ma fahanti marka waxaan isdhihi lahaa way wanaagsan tahay in fasaxa in la qaata gabadha mushaarida loo kareeya loo naxariista marka waxaan dhihi lahaa ha qofka inuu qofka kala dhegeysto mise si ixtiraam ahaan do haddaa qof ratid inuu wax kaa maqlo mise wax u sheegtid si ixtiraam ahaan inaa u sheegtid oo sida lagaa qaato ha sababto qofka haddaa lagu qeylinayo oo aa caynaysay caynaysid ma ogtahay kumaba kuma dhegeysanay laakiin adiga marka aa u tahay qof si fiican oo mataqaanaa wax garad ah wax ugu sheegto qofkii wuu qaadanaya waa sida maaragtay caruurta maarkino caadiga malcolm wuxuu leeyahay hadba sida ay ii ixtiraamto misena ilaahay garansiiyo inaan u ahay midka ugu naxariista dhow dadka kale mashaallah that is really good ma haddaa dareensanta inaa adiga u naxariiso dhowdaha ilaahay ka baraysayna iyadana dareentada shay aada i aada maaragtaa cajiib ah weye mashaallah okay samir haddii aad noo soo gabagabayso qofka ugu dambeeyo qofka ugu dambeeyo cabdiqaadir maxamed wuxuu dhahay daryeelida iyo dulqaadka in la daryeelo ninay ka imaaneysa marka dumarka inay ninkii daryeelaan maaragtay mise u dulqaataan soo midas waxay cadeyneysaa raggaba inay rabaan maaragtaa dulqaad oo rabaan iyo waxyaalaha qaar lagu dulqaato insaan hore ugaa soo hadalnay marka waxaa dhihi la siibo aada i aada bay maaragtay composition waxay ahayd masha allah aada i aada u fiican yahay inta dadka noo soo qorana waa u mahad celinaynaa ma garanaysaa laakiin muhiimadda waxay tahay soomaaha samiro in mataqaanaa jeceylka uu waxyaaba badan uu ka kooban yahay oo hal shay keliya uusan ahayn waxaa dhici karta marka qofkaana inaad ka helinba inta shay uu ka kooban yahayba aadan ka heli karinba waxaa dhici karta okay hadduu naxariis leeyahay waxaa dhici karta inuu hadalkiisa kor u yara qaado markuu kula hadlayo oo aad dareento kale inuu ku canaananayo waxaa dhici karta in ay naxariis badan tahay laakiin waxaa dhici karta gabadha inaysan cidiina u fiicnayn oo kale soo dhaweyntooda marka waxyaaba badanaa jiro oo isku tegtegaa jeceylka la oran karaa laakiin muhiimadda waxay tahay haddii mar walbaba inta badan ay fiican tahay hal iyo labo waxaan isleeyahay adiga u dulqaadin kartid wax weyn maaha waa runta teeda kale waxaa ka arkeynaa commentyaasha inay maaragtay dadka si kala duwan u fikiraan si kala duwanna maaragtay jecelku u aqaanaan marka aniga waxaa dhihi lahaa to be honest qof walba qofka lamaanihiisa si gooni ah iyo si gaar ah ha u barto iyadoo waxyaalaha jeceylka wax laga qoray sugaan jirto heese jiraan sheekooyin jiraan laakiin qofka adiga lamaanahaaga
شيكوين كاسي هي ساس أسقفك لقمة قرين مركز سجارة هني ناقفك أبرتيد وحو كفر حو وحو كفر حين وحلاس كله and أنا درينتيد إني جرت ما أركتها difference لا بد قف لحظة هذا يعني ساعدي وشعلك أم وشيني سين قفك كل كو أم وشيني لكن ولي كشعلي هاي مركز إسفان كاسي نجرتو أدي أدب ما أركتها أوقحنا هاي نادتك لن كومنتاش وسوق وين أنت سوق وين وينو سوقين أدي أدب أقوم هالسنتين إن شاء الله حالين هاي كو إنه سوقين أمين شون قرينا إن شاء الله I hope إنه معركتها إن شاء الله سيدان أقلع برنامج إن شاء الله ماشاء أسوء لك الدونا قضب أنه فلنقين هدو إلهي راه تدبعا هدي لدعدين وحياباني سمير حاكا حذلنا هل كان هو سأنه أسوء جوابة هدي أيضا لدعنا أما قاركين نقا أركت الدوين تهين إيضا ما تقانا إنا نوحيدين كبرا من الدياري أيان منها إنتكو ريساني ولا شيء سمير وحيدا لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.